اهلا بيكم في حلقة جديدة من ورق دشت. حلقتنا النهاردة بعنوان اشهر 10 شخصيات من اللصوص في السينما. النموذج الاول هو نموذج التنشئة بدون التربية السليمة في فيلم جعلوني مجرما سنة 54، اللي بيقدم فيه فريد شوقي دور سلطان، وهو شاب يتوفى ابوه ويستولي عمه سراج منير في دور زهران بيه على ثروته، ويضيع مستقبل سلطان ويسيبه فريسة للظروف فتاخده عصابة للنشل، وبعد القبض عليه يودع في دار إصلاحية للأحداث، وبعد خروجه من الإصلاحية بيدفعه رفض المجتمع ليه للانضمام إلى عصابة إجرامية، وفي النهاية يتحول إلى قاتل ويقتل عمه. اللي ضيع ثروة سلطان على الحفلات، واللي ضيع سلطان نفسه بعدم تربيته واحتضانه. وصدر بعد الفيلم قانون مصري بينص على الإعفاء من السابقة الأولى في الصحيفة الجنائية حتى يتمكن المخطئ من بداية حياة جديدة. ونموذج تاني هو نموذج الاضطرابات في العلاقات الأسرية، فيلم إحنا التلامذة سنة 59، اللي بيقدم فيه عمر الشريف دور عادل اللي كان بيحب فتاة فأبوه بيطرده من البيت لأنه لسه ما كملش دراسته. وأيضا شكري سرحان في دور حسنين اللي بيطلب منه عمه أنه ياخد بطاره، بطار أبوه. ويوسف فخر الدين في دور سمير اللي أهمل الأبوين في تربيته وتركاه بعد طلاقهم. هما التلاتة جمعتهم الصداقة، وزي ما جمعتهم الصداقة جمعتهم مشكلاتهم الأسرية اللي كانوا معتقدين إن المال هو اللي ممكن يحلها. وعشان يعملوا كده سرق سمير إسورة أمه، وكان حسنين بيلعب قمار لأن دي الطريقة اللي كان ممكن يوفر بيها أو يكسب بيها فلوس كتيرة من وجهة نظر، ودي فكرة غلط. لما خسر فلوسه رجع وقتل صاحب البار اللي كان بيلعب فيه القمار، وحاول سمير إجراء عملية إجهاض للفتاة اللي كان على علاقة بيها حتى لا يفتضح أمرها، ولكنها ماتت، وفي النهاية تم القبض عليهم ومحاكمتهم. نموذج تاني وهو نموذج النزعة العدوانية للانتقام من المجتمع نتيجة ظروف مادية وتوجيه خطأ للوجدان والشعور. وفي فيلم اللص والكلاب سنة 62 بيقدم فيه شكري سرحان دور سعيد مهران اللي كان بيشتغل في دار للطلبة المغتربين الجامعيين، وكان أهم مشهد في الفيلم ده هو توجيه كمال الشناوي اللي كان بيلعب دور رؤوف علوان، الطالب المتعلم والمثقف ولكن المعدم ماديا، فكان بيقول للسعيد مهران لازم انه ينتقم من اللي اغتنوا على حساب المجتمع من وجهة نظر رؤوف، واللي كان رأيه لسعيد انه لازم ياخد حقه لان الدنيا مش بتدي الضعيف حقه. وفضل الكلام ده ثابت في وجدانه فتحول للص عشان ياخد اللي كان فاكر انه حقه، ودخل السجن وخرج لقى طليقته اتجوزت شريكه في السرقات اللي سكن بيته واخد بنته، اللي جعل ده وضعه النفسي يتأزم ويحاول الانتقام من طليقته وزوجها، وأثناء ذلك بيسقط ضحايا آخرين غير اللي هو عايز يقضي عليهم. نموذج تاني وهو نموذج القسوة في تربية الأبناء في فيلم كلهم أولادي سنة 62، بيقدم فيه شكري سرحان دور أمين المحامي، وأخوه صلاح ذو الفقار دور سالم ضابط الشرطة، وأخوهم حسن يوسف في دور مدحت طالب الهندسة اللي بيتحول بسبب قسوة والده في المعاملة إلى لص سيارات محتلف، إلى أن يقتل على يد أخيه سالم الذي يبحث عن مرتكب السرقات. نموذج تاني وهو نموذج الظروف المادية الطارئة وسوء التصرف اللي بيدفع شخص متعلم وموظف وعنده عيلة للاختلاس
في فيلم أم العروسة سنة 63. بتقوم تحية كاريوكا بدور الأم زينب، وبيقوم عماد حمدي بدور الأب حسين اللي عنده 3 أولاد و4 بنات، وبيكون عايز يجوز بنته الكبيرة، ولأنه موظف بسيط فإنه بيعجز عن تدبير تكاليف جهازه، فبيختلس من عهدته المالية في الشركة اللي بيشتغل فيها على أمل إنه يتصرف ويرد المبلغ تاني. نموذج اللص الكوميدي، وده في فيلم لصوص لكن ظرفاء سنة 68. بيقوم أحمد مظهر بدور حامد وهو لص، وعادل إمام في دور إسماعيل وهو لص، وعايزين يسرقوا محل مجوهرات من شقة فوق جواهرجي، وبيحاولوا التوقيع بين الزوج والزوجة اللي بيسكنوا الشقة عشان يسيبوها ويقدروا يكملوا عملية السرقة. ونموذج تاني وهو اللص المتبحر في العلاج النفسي، فيلم عفريت مراتي اللي بيقوم فيه عماد حمدي بدور رائف الساري اللي بيتقرب لموظف البنك صلاح ذو الفقار في دور صالح بعلاقة قوية عشان يتمكن من سرقة البنك اللي بيشتغل فيه صالح، ولأنه بيعرف ان زوجته بتنتبه حالات نفسية اللي هي شادية في دور عايدة، والحالات دي تقمص نتيجة انشغال الزوج في العمل، ويستغل ذلك في اقناعه بانه ضروري يمثل انه لص ويقوم بسرقة عشان تنشغل بيه زوجته وتبقى خطوة في طريق الشفاء والعلاج. نموذج تاني وهو نموذج اللص التائب في فيلم المشبوه سنة 81. عادل امام كان بيقوم بدور ماهر وهو لص، وسعيد صالح في دور بيومي لص ايضا وده اخوه ماهر، سعاد حسني في دور فاطمة وهي فتاة ليل، يقابل ماهر فاطمة في شقة يحاول سرقتها هو وبيومي، وبعد كده بتنشأ بينهم قصة حب، وبعد خروجهم من السجن بيتجوزوا ويتوبوا، ولكن الأخ بيومي بيطارد أخوه عشان يرجع للسرقة، وهنا رغم الظروف الناشئة والمهنية ومطاردة ضابط الشرطة ليه اللي كان في أحد الجرائم بيبحث عنه تحول إلى التوبة. نموذج المرض النفسي وهو هوس السرقة في فيلم عصابة الدكتور عمر، بيقوم مصطفى قمر بدور طبيب نفسي في دور عمر، وياسمين عبد العزيز في دور ريم، وبيكتشف الدكتور النفسي من خلال علاقته العاطفية بريم ان الفتاة اللي بيحبها مصابة بهوس السرقة، وفيه المريض ما بيكونش محتاج للشيء اللي بيسرقه، ممكن يرميه او يرجعه لصاحبه من غير ما صاحبه يدري، وده علشان أسباب التفكك الأسري وتضارب القرارات والفراغ العاطفي والعائلي. ونموذج اللص صاحب الشهرة أو الشخصية القيادية في التنفيذ والتخطيط اتقدم لنا في فيلم مقلب حرامية سنة 2009. فكان صلاح عبدالله هو الزعيم وصاحب الفكرة لسرقة مطبعة البنك وطبع النقود وسرقتها، لأنه اتفصل من خدمته ظلم بعد 30 سنة خدمة، وعشان كده استعان بلصوص متخصصين، محمود عبد المغني سيد أستك هجام متخصص، وماجد الكدواني توفيق ألارم متخصص أجهزة إنذار، وشريف سلامة صلاح سقاطة متخصص في فتح خزن، أحمد السعداني زكي كود فك شفرات أي جهاز إلكتروني، وعمر عمرو يوسف علي ملي لص سيارات. وفي النهاية هربوا كل اللصوص بالأموال لأن رئيسهم لم يحصل على شيء لأنه خطط عشان يغدر بيهم. الهدف والهدف من عرضنا لنماذج أشهر 10 شخصيات للصوص في السينما، الهدف منه تحليل نفسية اللص وأشكال عرضه في السينما،
وان مش كل لص بيبقى لص بطبعه، ولكن النشأة والظروف المادية والمرض النفسي ممكن يعمل كده. وفيه لص ممكن يتوب لو الناس ساعدته وادته أمل إنها ممكن تحترمه من جديد وتنسى إنه كان لص. مد إيدك للي حواليك وحبهم على قد ما تقدر. شكرا ليكم.